اسمي احمد رحيم، عمر حصيده مدرب الوداد الرياضي للكيك بوكسينغ الخميسات. كنشكروا تيفلت بريس على الزياره ديالها وعلى الحضور ديالها في هذا الحفل التكريمي اللي دار الابطال. وصراحه كان موسم بالنسبه للخميسات موسم استثنائي، كان ابطال ديال الخميسات حققوا ميداليات وبطولات وطنيه في جميع الملتقيات، وعلى راسهم ماشي حتى على راسهم اغلى بطوله واغلى لقب اللي هو كاس العرش كيفوز به ايوب ابراهيمي على مع عصبه الوسط، وكذلك فوز ايوب ابراهيمي ببطوله ديال المغرب في اقل من 81، وهذا اول لقب في هذا الوزن كيدخل لمدينه خميسات. وحميد الناصر اللي قام بموسم رائع جدا، انه ميداليه فضيه في بطوله ديال الفول كونتاكت وميداليه ذهبيه في رياضه اللايت كونتاكت، يعني بطوله ديال المغرب ولا حتى ميداليه فضيه كتعتبر بطوله المغرب، يعني جوج ديال الالقاب. وعلى ايوب، على حميد، على يوسف العربي كيحقق كذلك جوج ذهبيات، وحده في تاي بوكسينغ وحده في بوان فايتينغ. مجهود رائع وموسم اروع قاموا به الابطال ديال الخميسات، فبالتالي كانوا كيستحقوا تكريم. وهذا الشيء اللي دار المكتب الرياضي ديال الوداد الرياضي، حاول انه يجتمعنا ودرنا جمع وخرجنا بقرار انه يدار يعني حفل تكريم لهذ الابطال. والبطل الا ما لقاش الموتيفاسيون وما لقاش التكريم وما لقاش الشكر وما لقاش اللي يشد بيديه، كون متاكد انه راه ممكن يشارك ويعاود يحقق لقب وما يبقاش كاع يجي الرياضه. وبالتالي الهدف من هذا التكريم هذا والهدف من هذا الحفل هو التنشيط بوغ انيمي وبوغ موتيفي ان شاء الله الرحمن الرحيم. حفل احتفلنا به بالنتائج ديال 2015، كنودعوا 2015 على اساس نبداو ان شاء الله كنتسناو البرنامج ديال الجامعه الملكيه المغربيه للكيك بوكسينغ يوصلنا باش نبداو الطريق ونبداو البرنامج ديالنا ونبريباريو. بالمناسبه كنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه على راسها السيد عبد الكريم الهلالي اللي كيقدم لنا كل الدعم معنوي ودعم لوجيستيكي باش ان الخميسات انها تقع تقول الكلمه ديالها ورياضه الكيك بوكسينغ تزدهر. حاليا جوج ديال الابطال في المنتخب الوطني ايوب ابراهيمي وحميد الناصري، وهناك بطل كذلك كيمثل المغرب مثل المنتخب الوطني كيهز رياضه المغرب خارج المغرب في اسبانيا يوم 13 في شهر 2 ان شاء الله. نور الدين حصيده غيمثل المغرب، وان شاء الله الفيديو ديالو غادي يتلاح على المواقع الالكترونيه على راسهم تيفلت بريس والوداد الرياضي خميسات. المهم كاين ما يتقال بزاف وما نطولش عليكم، هناك مجهود قاموا به ابطال كيستحقوا تكريم، وشكرا بزاف للموقع تيفلت بريس وعلى والمدير ديالها السيد بوعرفي، شكرا بزاف اللي تحمل العبء السفر مدينة تيفلت باش يحضر معنا الخميسات. كنشكروا ديما لانه تيفلت بريس كتواكب جميع المباريات وجميع البطولات اللي كتشارك فيها الابطال ديال الخميسات. شكرا بزاف.